اليوم جامعة فلسطين التقنية خضوري تحدث تغيير في عالم التعليم المهني والتقني، وتطلق 3 برامج دبلوم مشتركة مع سوق العمل الفلسطيني، وهي دبلوم الأتمتة الصناعية، دبلوم المحاسبة التقنية، دبلوم التصميم الداخلي والديكور. سوف يقضي الطالب أثناء فترة دراسته 6 أشهر داخل سوق العمل، يحصل فيها على مسمى وظيفي وتدريبات عملية موسعة، وليس مجرد أنه يقعد يتفرج أو يطلع من بعيد، لا، ورح يشارك، رح يتعلم من أخطائه، رح تكون تجربة فريدة من نوعها، وهي التجربة الأولى في فلسطين برامج مشتركة مع سوق العمل. يوجد لدينا أكثر من 50 شريك، وتم إعداد هذه البرامج بالمشاركة مستشار دولي من منطقة النمسا، وتمت زيارة طاقم كبير من جامعة فلسطين التقنية خضوري للنمسا للتعرف على التجربة النمساوية في عالم التعليم التكاملي. بعد إطلاق المشروع سوف يتجه عدد كبير من الشركات والأكاديميين إلى سوق، إلى ورشة تدريبية موسعة عن آلية تقييم وإشراف الطلبة داخل سوق العمل وداخل الجامعة. هذا البرنامج راح يفيد كثير الطلاب اللي دخلوا بدهم يدخلوا سوق العمل، بيعمل ترابط الطالب ما بين الجانب الأكاديمي والجانب العملي. إحنا كسوق عمل من خلال هذا البرنامج رح نقدر إنه نستفيد من هذول الطلاب، سواء من إنه ندخلهم في سوق العمل، نحاول نأهلهم قدر الإمكان، ومن خلال هذا الإشي أنا ممكن إني أخذ مثلا بعض الطلاب إني أستفيد منهم مستقبلا يكونوا جزء من كوادرنا في سوق العمل.